لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي، تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي. يا إلهي الكل كن لي كن لي لاجل النبي لاجل النبي، انت عالم بيا كل لي كن لي لاجل النبي لاجل النبي. يظلموني ليه يا ربي؟ يتهموني هو حسبي. يظلموني ليه يا ربي؟ يتهموني هو حسبي. غير بابك لم يكن لي، غير بابك لم يكن لي. تكرم عبيدك والنبي، أنا حبيب النبي، تقبل صلاتي على النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي. القعدة حلوة والنبي عند النبي. مواهب كتير بنشوفها بأعمار سنية مختلفة بتخرج من مدرسة الإنشاد الديني، بنستمتع بأصواتها وأدائها في مجال التواشيح والأناشيد الدينية. النهاردة معنا موهبة جديدة من مواهب هذه المدرسة، مدرسة الإنشاد الديني، وهو مهند عماد، عنده 14 سنة من القاهرة. أهلا بك يا مهند وكل سنة وانت طيب. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وكل سنة وحضرتك طيب. قول لي، أنت بدأت الإنشاد وأنت عندك كام سنة، أو مين اكتشف فيك موهبة الإنشاد؟ هو انا بصراحه يعني كنت متوجهه اكتر لل يعني لاشكال تانية من الغناء، لكن من فتره لما سمعت عن اعلان مدرسه الانشاد الديني قلت انها فرصه كبيره جدا، حتى يعني اقرب من ربنا اكتر، اقرب من يعني فكره التوشيح الدينيه اكتر، استفيد من المقامات العربيه المتنوعه، اتعلم مقامات، اتعلم انشاد ديني، استفيد بحاجات كتيره جدا. ايه اللي اتعلمته بقى في مجال الدراسه؟ بصراحة أنا استفدت كتير، يعني استفدت إن أنا عرفت أكتر من مقام، عرفت تنوعات هذه المقامات، عرفت إزاي ندخل على هذه المقامات. وبصراحة يعني لو تسمح لي أحب إن أنا أوجه يعني شكر كبير جدا لكل من ساهم في إن أنا أتخرج من المدرسة دي، وعلى رأسهم طبعا الشيخ محمود التهامي شيخي، والشيخ طه الاسكندراني، والدكتور محمد العجيني، والدكتور عثمان. شرف كبير ليا ان انا اكون تحت هذا الكيان وتحت اسم هذه المنظمه يعني. طب قولي، ازاي تطورت من قبل ما تخش مدرسه لغايه او حتى بعد التخرج، تطورت ازاي في مجال الانشاد؟ يعني هو بصراحه كنت داخل ما اعرفش اي حاجه في الموضوع، ابسط ما اعرفه او اقصى ما اعرفه. انت مجرد ترد الاناشيد لبعض ايه المنشدين، اقول قمرون ده اخي، ده كان اخي يعني، ده او ده كان اقصى حاجه اقدر اقولها. لكن الحمد لله مع الدراسه ومع الفهم ومع البحث بقيت الحمد لله اقدر اقول تواشيح يعني الحمد لله. مين شايفه قدوتك في مجال الانشاد الديني، او انت بتحب تسمع له من المنشدين والمبتهلين او المبتهلات والمنشدات؟ يعني هو انا زي ما بقول حضرتك يعني لسه داخل، يعني ما كانش ليا قوي في ما كنتش بسمع بشكل جيد. لكن في الفتره دي طبعا بدات اهتم وبدات اركز. طبعا الشيخ ياسين التهامي على بالنسبه لي انا يعني على راس المنشدين، بصراحه بحبه جدا وبحب صوته جدا. طيب شايف مستقبلك ازاي في مجال الانشاد الديني، او انت عايز تطور نفسك ازاي بعد كده؟ يعني ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يعني ربنا يكرمني واكون حاجه كويسه ان شاء الله يا رب. طب عايزين نسمع حاجه تختارها لنا تقول لنا هي دي نشيد او انشاد ديني لاحد المنشدين، والمقام كمان تعرفنا بالمقام اللي انت هتنشد بيه. تمام. ممكن اقول حاجه من مقام النوى اثر، اخد النوى اثر. إليه به سبحانه أتوسل، إليه به سبحانه أتوسل، وأرجو الذي
الذي يرجى لديه وأرجو الذي يرجى لديه وأرجو الذي يرجى لديه وأسأله. صوتك ما شاء الله عليه في خشوع واضح جدا وقوي كمان. قولنا انت شاركت في حفلات ايه تاني او انشدت فين وكمان ايه المواهب التانية اللي عندك؟ انا الحمد لله بطل جمهورية في السباحة، حاصل على اكتر من 20 ميدالية متنوعة الحمد لله ما شاء الله. وكمان انا كنت طلبت من فخامة الرئيس في احتفالية قادرون باختلاف تدريس مادة احترام الاخر في المدارس والجامعات ومن اول الحضانة، والحمد لله المادة دي اتنفذت بشكل كويس. يعني شايف ان تعليم المادة دي هيفرق ازاي عند الطلبة والطالبات والاطفال بداية من هم صغار في السن؟ اكيد هيفرق، اكيد هيفرق، لان اولا هيعلمهم عدم يعني او احترام الاخر، تقدير ما يعني يعانيه الاخر، لو في مشكلة عند البني ادم التاني ده لا ما نتريقش عليه، لا ما نسخرش منه، بالعكس نساعده ونوديه بكل احترام وتقدير. لو رجعنا تاني للانشاد الديني، شايف انت عايز تكون ايه في المستقبل في مجال الانشاد الديني؟ يعني ان شاء الله اكون منشد كويس باذن الله. وطبعا يعني ان انا بقيت اقدر اقول منشد كويس ده بفضل تعب كل اي حد، يعني بفضل تعب اي حد تعب معانا في المدرسه من اول العام اللي بيجهز لنا المكان اللي نخش نتدرب فيه لغايه الشيخ محمود التهامي، يعني بشكرهم جدا والله. مين عايز توجه له الشكر النهارده كان بيدعمك وبيقف جنبك وقدر ان هو يشجعك في كل خطوه من خطواتك؟ السؤال ده انا كنت مستنيه من حضرتك، لاني اكتر شخصين او يعني اكتر اتنين يستحقوا مني كل احترام وتقدير هم والدي ووالدتي. اكيد تعبوا معايا بشكل كبير جدا، يعني انا والدي ووالدتي فضلوا مستمرين معايا فتره طويله جدا في التدريبات، ووالدتي هي اللي بتاكد معايا على الحفظ بتاع التوشيح، ويعني بجد بيتعبوا معايا جدا جدا جدا، فاحب اوجه لهم كل تحيه وتقدير بجد. ربنا يبارك لك فيهم يا رب، وان شاء الله كمان يا رب يعني يفرحوا ويتشرفوا بيك دائما وابدا. واحنا تشرفنا بلقائك النهارده معانا واستمتعنا بصوتك الرائع والجميل. مهند طفل وموهبه جديده من مواهب مدرسه الانشاد الديني، انتظرونا في لقاء اخر من فقرات الانشاد الديني في رمضان، دمتم في رعايه الله. مولاي كتبت رحمه الناس عليك.